النعناع غسول الفم ليست الوسيلة الوحيدة لإزالة رائحة الفم الكريهة. هناك بعض العلاجات البسيطة اللي ممكن حتساعدك. تحتوي علكة نكهة القرفة على زيوت عطرية نباتية تستخدم لتعزيز النكهة مثل سيناميك ألدهايد. هذا الزيت العطري ليس فقط يزيل رائحة الفم الكريهة، في الواقع بيقلل البكتيريا اللي في اللعاب اللي بتسبب الرائحة الكريهة بنسبة 50%. قد يبدو الأمر غير متوقع، ولكن أثبتت الدراسات أن الأحماض الدهنية الأوميجا 3 في زيت السمك تقوم بتخفيف الالتهاب والبكتيريا في الفم اللي بتسبب رائحة الفم الكريهة. ممكن أن تتناول حبوب زيت السمك يومياً أو تزيد من استهلاك الأسماك في نظامك الغذائي. ترك الحنجرة جافة لفترات طويلة دون ترطيبها بشرب الماء بيجعل الفم له رائحة كريهة، لأنه بيقل إفراز اللعاب وبيجعل البكتيريا تلتصق بالفم، وخاصة عند الاستيقاظ من النوم. حاول أن تشرب الماء حتى لو لم تكن تشعر بالعطش. كذلك يمكنك مضمضة فمك من حين لآخر بالماء. حين تصابون بالزكام ويتم التنفس من الفم بدل الأنف، تجف الأغشية المخاطية لأنه يقل إفراز اللعاب. اللعاب له دور مهم في تطهير الفم، وذلك بفضل خواصه المطهرة، وهذا يعني أنه كلما قل اللعاب ازداد وجود البكتيريا اللي بتسبب الرائحة القوية. للحد من ذلك ننصحكم بمضغ العلكة الخالية من السكر لزيادة إنتاج اللعاب. تبين أن المركبات الموجودة في النعنع تقتل 60% من البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة في غضون 30 دقيقة فقط. الكرفس هو جيد في محاربة رائحة الفم الكريهة لأنه عالي بالألياف. الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على إنتاج اللعاب الذي يساعد على التخلص من طبقة البلاك بالأسنان والتي هي سبب لرائحة الفم الكريهة. الجزر والتفاح خيارات لوجبة خفيفة غنية بالألياف. فيتامين سي يمكن أن يساعد في منع أمراض اللثة والتهاب اللثة، وهي الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال أو التوت أو الفراولة أو البطيخ. الشاي الأسود يساعد على الحفاظ على رائحة منعشة لنفسك. مضادات الأكسدة القوية بالشاي الأسود تقضي على طبقة البلاك بأسنانك وتمنع نمو البكتيريا بالفم. اشرب الشاي الأسود أو تمضمض فيه لإزالة رائحة الفم الكريهة. يعد الشاي مطهر فعال الفم إذا تمت إضافة التوابل العطرية له مثل الهيل والنعنع والقرنفل والقرفة والمريمين. البيكنج سودا تعتبر علاج مذهل لرائحة الفم الكريهة، حيث تعمل على تغيير وسط الحموضة في الفم وتقتل البكتيريا. تناول 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك ودعها حتى تذوب، ستبقى رائحة فمك منتعشة وتزيل الرائحة الكريهة. هذه البذور الصغيرة امضغها بعد الأكل، فهي تزيل رائحة النفس الكريهة وتساعد على قتل البكتيريا في الفم.